الحال في دائرة الخزينة بمحافظة البصرة لا يقل سوءا عما يحصل في ميسان، حيث طوابير المراجعين الذين يقفون تحت أشعة الشمس في درجة حرارة 50%، يعني نصف درجة الغليان. تعالوا نتابع. هذا ما يحدث أمام خزينة، يعني خزينة محافظة البصرة. ما أعرف شنو هذا الذل اللي جاي يصير للمواطن. ما يعني نخلي هذا الموضوع أمام أنظار سيد المحافظ، أمام سيد رئيس مجلس محافظة. يا ريت يشوفونا، يعني ناس كبار بيهم، ناس كبار وناس تعبانة للأسف. ما أعرف يعني شنو المشكلة للأسف.